السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خواتنا اللي في الغربة. موضوع اليوم خوتي حبينا نتكلم فقط على موهبتين ساطعتين في سماء الكرة الأوروبية. هما موهبتين هذوما هما إسماعيل بن ناصر لاعب إمبولي الإيطالي، ويوسف عطال لاعب نيس الفرنسي. هذو اللاعبين عندهم عروض وعروض من أندية أوروبية كبيرة. النادي الأول اللي العرض الرسمي لإسماعيل بن ناصر من قبل نادي روما الإيطالي، خصيصا يعني بعد طلب وإلحاح من مدرب نادي روما، نادي الذئاب روما، دي فرانسيسكو هو اللي باغي ومعجب بامكانيات واسماعيل بن ناصر كوسط ميدان، واداره نادي الذئاب نادي روما قدمت عرض اول قدر بحوالي 7 ملايين اورو كعرض اول، لكن اداره نادي امبولي رفضت العرض متمسكة باللاعب نتاعها. يعني إمبولي لحد الساعة رافضة فكرة رحيل إسماعيل بن ناصر على نادي إمبولي الإيطالي. وبلا ما ننساو أيضا أنه إسماعيل بن ناصر معجب به كثيرا أيضا مدربين اثنين، في مدربين معروفين عالميا، مدرب أنشيلوتي مدرب نادي إمبولي نادي نابولي، وايضا مدرب ميلون اسي اللي اغاتوزو اللي ايضا معجب به كثيرا بامكانيات وموهبه اسماعيل بن ناصر. انا بالنسبه لي كرايي انا نفضل يبقى اسماعيل بن ناصر يبقى في النادي نتاعو وما يبدلش الاجواء، رغم انه العروض هي في الدوري الايطالي، يعني قادر يبقى يعني يروح لاي نادي، لكن انا نفضل يبقى في النادي نتاعو من ناحيه الاستقرار ومن ناحيه كاس افريقيا اللي قادمه، باش يضمن مكانه اساسيه في المنتخب في النادي نتاعو وفي المنتخب الوطني. الموهبه الاخرى اللي مدايره ضجه كبيره في فرنسا يوسف عطال ايضا، اللي حسب صحيفه دي سبور اللي تكلمت على وبعض وسائل الإعلام الفرنسية والقنوات الفضائية الفرنسية اللي تكلمت على رغبة شديدة في دييغو سيميوني في شراء هذا اللاعب، ونادي أتلتيكو مدريد في شراء اللاعب يوسف عطال، والرغبة الشديدة من دييغو سيميوني لانتداب يوسف عطال نظرا للامكانيات والموهبه موهبه اللاعب هذا، الامكانيات الرائعه ليوسف عطال، واللي قدرت الصحافه الفرنسيه انه ثمن يوسف عطال ضعف 10 مرات لما شراه نيس من كورتري البلجيكي، ولا من كورتري البلجيكي ضعفت 10 مرات. الشيء الاخر انه عطال هذا يعني حظ لعب معاه، رغم انه لاعب عنده موهبه وعنده امكانيات رائعه، انه مسؤولين باعتراف مسؤولين نادي نيس انه مسؤولين نادي نيس نهار اللي حابين يتعاقدوا ما كانوش في بالهم باش يشروا عطال ولا يتفاوضوا مع عطال، هما جاوا كشافين، جاوا يبسورفيو واسمه واحد الجوار اسمه تاع كلوب بروج، لعبه كورتري مع كلوب بروج، كانوا حابين يجيبوا واحد المهاجم من نادي كلوب بروج البلجيكي، ومن بعد شافوا الامكانيات عطال وغيروا النظره نتاعهم لما شافوا عطال كيف كان يلعب في كورتري يهاجم يدافع يدير كلش، بدلوا النظره نتاعهم غيروا النظره نتاعهم وتعاقدوا مع عطال. عطال الان محل اطماع العديد من الانديه الاوروبيه بما فيهم العملاق الاسباني اتلتيكو مدريد برغبه كما قلت رغبه دييغو سيميوني، راهو باغي باش يجيب هذا اللاعب. نفس الشيء انا من وجهه نظر نتاعي يبقى في نيس كيما اسماعيل بن ناصر، من وجهه نظر نتاعي الشخصيه
يبقى في نيس إلى غاية الصيف. إلى غاية الصيف في الصيف في الميركاتو الصيفي يبدل كيب، مش مشكل. علاش جينا كوب دافريك؟ ما دامو يلعب أساسي في النادي نتاعو خليه، أنا حابو يبقى يلعب في النادي نتاعو إلى غاية الصيف، يقدر يبدل. الآن تغيير الأجواء مش في الصالح نتاعها. عكس عكس بغداد بونجاح. بغداد بونجاح يلعب في الدوري القطري، وكان مهيئينو باش يبيعوه، وهو مهيئ باش يروح. يعني كان قادر يروح في بداية الميركاتو، كان موجد روحه معنويا وبدنيا وكلش باش يروح، لأنه بطولة، أحضروا صراحة بطولة قطرية، مع احترامي البطولة القطرية ولا الدوري القطري ضعيفة على البطولات الفرنسية ولا الإسبانية ولا الإيطالية ولا الذي كانت. تمنيت أنا بغداد بنجاح يحترف، لكن العكس في عطال وفي إسماعيل بن ناصر. أنا حبهم يبقوا الميركاتو هذا في الميركاتو الصيفي، يغيروا الأجواء أحسن وأحسن، ويستفيدوا هما وزيد يستفيد المنتخب الوطني. إذن خوتي، هذو من اللاعبين هما مستقبل الكرة الجزائرية: إسماعيل بن ناصر، يوسف عطال، آدم أوناس، هذا فارس، هذا هو مستقبل الكره الجزائريه. نتاملوا فيهم خير ان شاء الله، ونتاملوا فيهم انه يزيدوا يبرزوا ويتالقوا في الـ في الـ في السماء الكره الاوروبيه، اللي الشيء اللي يرجع للفائده ليهم هما والفائده للمنتخب الوطني. فلا خير خوتي، مرقتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.